نعم. عند سماع القرآن بعض الأحيان يأتي الشخص ويسمع القرآن قبل النوم، أو مثلا وقت مذاكرة أو انشغال بأي الأشغال، فهل هذا من الآداب وما حكمه؟ يعني من هو واحد يقرأ رافع عن صوته عند قوم يريدون النوم؟ لا، مثلا شريط، ها؟ شريط مسجل، إيه؟ ومشغله وجالس في مثلا في الغرفة أذاكر ولا أي شيء ومشغله. إيه؟ هذا ليس من آداب، من الآداب. طيب ليس من الآداب أن يتلى كتاب الله ولو بواسطة الشريط وأنت متغافل عنه، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلذلك نقول: إن كنت متفرغا لاستماعه فاستمع، وإن كنت مشغولا فلا تفتح. ولهذا نرى أن من الخطأ الذي يريد صاحبه بذلك به خيرا ما نسمعه عند الاتصال في الهاتف، فيقول مثلا: انتظر، فتسمع القرآن كأن القرآن جاء لمعنى في غير، حرف جاء لمعنى بس من أجل أن يحفظ الناس ينتظرون. القرآن أكرم وأشرف من أن تجعله شيئا ينتظر لغيره. ولولا أن نية أصحاب هؤلاء نية طيبة لقلنا إنهم آثمون. طيب، على العكس من ذلك، في ناس إذا اتصلت بهم وقلت: أريد كذا، أريد فلانا، أسمعوك موسيقى، أستغفر الله، يعني كأنهم يريدون أن يلجئوا الناس إلى سماع المحرم، وليس لهم عذر إذا قالوا هكذا صنعت. نعم، الكفار ما يرون بهذا بأسا، لأن الكفر عندهم، الكفر في الحقيقة أعظم من هذا. نقول: الحمد لله، هذا لا يمكن أن يشتغل إلا باتصال الكهرباء به، أليس كذلك؟ ممكن تفصل، افتح الآلة هذه الهاتف واقطع الشريط اللي يتصل بالموسيقى وينتهي. طيب، إذا مش ماذا أضع؟ أقول: ضع كلمة انتظر، كلمة مطابقة للواقع ومفيدة للسامع. نعم، انتظر. بعد 30 ثانية أو شبهها انتظر.